بزاف ديال عباد الله اللي تم تسجيلهم سابقا في المدرسة الفلانية، وديك المدرسة ما كاينش السفلي، كاين المدرسة عندهم أفقيين بحال شكل بحال هذا. ونفس حالي مثلا دابا أنا هاتينا كتشوف كيما دابا حنا كنا كنصوتوا المدرسة الخامسة، وطلعت أنا حتى المدرسة الخامسة وإذ كنت تما بعد قال لك لا تما رجعتوا القاضي عياد، وجيت القاضي عياد عاود دابا ملي طلع القاضي عياد يوم يفتو قال لك السيفتينا ماشي قاضي عياد، عمر بن عبد العزيز. وفين هي هذا النظام وفين هي هذه السيادة وفين الإرشاد؟ عمر بن عبد العزيز. ايوا كيفاش كطلع الناس ما خمتش كيفاش تطلع الدروز هذا. هلا ما كاين لا شرشو ولا سيدي بيلا هذا كتشوف طلع طلع من فوق اخي كيقول لك طلع من فوق. باقي نمشي نصوت. غادي نمشي نصوت وانا دائما انا دائما مسير على التصويت عندي ما نصوت واخا يكون كما كان. ولكن دابا كنقولوا هاد الاتعاب وكذا علاش ما يعملوش الارشادات؟ الارشادات كيف كتقولوا لعباد الله كيفاش غادي تصوتوا؟ لان هاد النوبه اول مره باش ولا انتخابات جماعيين والجهويين والبرلمان والورق. وضحوا الناس ماشي كتقولوا لعباد الله شوفوا النمره 27 تعطيكم من المركز، وانا عملت 27 عطاتني مدرسه لمرسان ما كاينش. عاود هذاك عاود شاف شي حاجه تما عنده قال لي عاود من هنايا، عاود ملي جيت هنا تشد الاتعاب تروازيام ايطاج عاود قال لي مشي عمر بن عبد العزيز. وعلى الله يكون هذا عمر بن عبد العزيز هي هذيك ولا واش كنشوف دابا هما ما كيفكروش بالناس. لا والو هذه هي الحاجه اللي ما فكروش فيها. الناس كيخصهم لي زانديكابي والناس ساكن مالين كرارس والناس اللي هما معجزين والكبارين كانوا يعملوا لهم السفلي سفليه، ما تحرب لهمش يعملوا السفليه، واخا يعملوا غير ديك القياطن سفليه فين واللي صحيح يطلع من فوق. حنا عندنا كل شيء والو، حنا كتبان مقاهي فاخره والطواليط الاخرين عنده في الفوق، ما عندهم ما كيخموش. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.